احنا سكان شارع ام بطوطه السواني تابعين الملحقه الاداريه 14 مقاطعه السواني الشرف السواني. كنندو كنعترضوا على اقامه واحد الدافع ديال الريزو في هذا المبنى اللي مورانا، وكيف كتعرفوا بان هذا الدافع هذا الريزو كيشكل واحد الخطر على الساكنه، كيسبب لها امراض مزمنه، مع العلم ان السكان هذه المنطقه هذه كيعرفوا واحد الهشاشة الاجتماعية، أمراض، ومعدل السن ديال هاد المنطقة هذه راه كتقارب 55 سنة فوق. إذا كيف كتصور أن هاد الدافع هذا اللي مسلط عليهم 24 ساعة يقدر يتسبب لهم في الكارثة؟ وحنا كنطلبوا من السلطات المحلية على رأسها الوالي ديال صاحب الجلالة أنه يتدخل وينصفنا في هاد القضية هذه، وميخليناش مباشرة مع الشركة المعنية، لأن هادشي اللي كيتشكل ضرر. وحنايا في التوجهات العامة ديال الدولة بأن المواطن خصو نحفظوا الكرامة ديالو، والكرامة ديال المواطن هي في الصحة والعدالة الاجتماعية. ولا جاو نصبوا لنا هاد الريزو هنايا، راه المواطن ديجا دابا الناس كبارين ومخلوعين، ما بالك الا جاتوا نصبوه فوق الراس ديالهم يشوفوا 24 ساعة. وحنا هذا هو المطالب ديالنا. حنايا من هاد السكان ديال حي ام بطوطه كنعانيو مع هاد السيد هذا اللي باغي يعمل لنا هاد الشركه ديال الريزو هنا وكذا وهادي. وحنايا سيدي حنايا مراتين، وانا بدي مريض بالقلب، عمليه جراحيه ديال القلب وكذا وهادي، وباغي يعمل لنا هاد الريزو هذا. وهادشي هذا ماشي معقول اخي، وكنطلبوا من السلطات والوالي ديال اقليم طنجة يشوفنا في النظر هادشي هذا اللي بغى يعمل هذا السيد هذا. والسيد ما وفاش بالوعد ديالو كذا وهادي، فهمتي، وعاد راه حنايا مضروري مع فهاد البني ديالو، راه سقنا الديور ديالنا وكلشي ديالنا. الله يجازيكم بالخير، شفنا هذا المشكل هذا. بصفتنا ساكنه هذا الحي هذا كنددوا من هذا المنبر الاعلامي مره اخرى بهاد غنسميوها بالدارجة ديالنا التحقر من طرف واحد الشخص اللي ما وقفش على هادشي صراحة، هو كيتحسب من أثرياء زيادة على هادشي. قبل أول حاجة قبل ما يكون حتى هذا المشكل ديال هذا اللاقط الهوائي كان عندنا مشكل معاه، راه الدار التشققات اللي كاينين في المنزل دابا في المنازل ديالنا راه ما تشكيناش فيهم. إضافة لحاجة أخرى ما ردوا لاش البال، السكينة هو الرصيف راه قطع الرصيف نص ديالو، مما كيشكل خطر على 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 الممر على الراجلين كيوقعوا كسايد حاجات بزاف ديال الحاجات بحال اللي نقولوها زاد كملها. السيد هذا باغي ينصب علينا واحد، باغي يعمل واحد اللاقط هوائي مما كيشكل خطر على الوالدين ديالنا. وصراحه هذا اللي احنا اللي هنا راه حنا كنمثلوا كل واحد كيمثل الدار ديالو، ربما نكونوا اكثر من هكذا، حنا عندنا ناس كثر من هكذا. انا عندي الخال ديالي والخاله ديالي والوالد والوالده كاملين كيشكوا من امراض مزمنه، يعني الناس هادو غادي يزيدوا تدهور الصحه ديالهم. كنطلبوا مره اخرى المسؤولين المحليين، وكنطلبوا من مات الشخص هذا انه جاو 3:30 صراحه الدراري كانوا منعوهم، جاو واحد الصباح هنا 3:30 الدراري منعوهم انهم يركبوا. كنطلبوا المسؤولين يعملوا ما امكن يوقفوا هاد المهزله اللي غنسميوها مهزله صراحه. انا دودوح محمد، واحد الساكن من هذه السكينه. اللي بغيت نقول في هذا الامر وهو ان هذا السيد اللي عاملنا هذا الريزو فوق راسنا، يعني هذا الشيء ماشي قانون وماشي حق وما عندوش حق. حنا مراضين، عافينا مرض مزمن
وبالدليل قاطع، ماشي زعما غير كنهضروا كان فيها الهضره وخصني غير نهضر. المهم اللي كنطلب انا المسؤولين يحاولوا ما امكن يشوفوا من حالنا احنا، بالخصوص اللي مرادين، راه كاين الصبيان صغار مرادين، وكاين البشر متوسط، وكاين الناس كبارين في السن مرادين، ويزيد هذا الرسم الريزو اللي فوق راسنا غادي يزيد ياثر علينا بدون شك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرات عبد المؤمن، واحد من السكان ديال الحي هذا، انا ساكن اون فاس ديال العماره هذه اللي كتبنا حاليا، وعندي الدراري صغار، وراه هادشي هذا كيضر في صحه الانسان. وهاد السيد هذا اللي هضرنا معاه قال لك اسيدي بيناتكم مع الشركه، وهادشي هذا حنا ما قدرش نجبدوا الصداع مع شي واحد، وحنا ما حنا مستعدين نعسوا على السيد هذا ليل ونهار مره اخرى، ماشي بزاف، جبرناه 3:30 الصباح باش يجيب ماتريال هنا يدخل. حتى نودنا كنغوتو وقفت واحد الطافي ديال البوليس وجراو عليه، ودابا حاليا عاود باغي يمشي لعبه. حنا ما حنا كنستنكروا هادشي هذا، ومانعين بتاتا يوقع هادشي هذا في الحي ديالنا، لا في هاد الدار هادي ولا في شي دار اخرى. السلام عليكم. ثلاثة